ابراهيم شعيب مدير اداري، ابراهيم عثمان اداري، دكتور ممدوح الامير طبيب، طارق ابو المعاطي محمد هاشم للعلاج الطبيعي. بينما الجهاز الفني للزمالك مستر فيرنر مدير فني، كابتن محمود سعد المدرب، عماد المندول حراس المرمى، سمير السيد مدير اداري، كابتن الدكتور ممدوح مصباح طبيب، هاني عباده اداري، ومحمد السيد العلاج الطبيعي. علي عبد ربه بيلعب الى سيد عيد، عادل الصعيدي، وهاند بول جت في طارق مصطفى، وضربه حره مباشره. طارق مصطفى للعلم اداؤه بيقرب كتير لاحمد الكاس والاسماعيل وعماد سليمان، الاداء الرشيق زي ما بنقول عليه. ويشوط علي عبد ربه عاليه، يحيى نبيل، اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، اشرف اماميه، محمد صبري 19، طارق السكران من المريخ، واماميه طارق العبها، الاوليه وبينيه عند العشري حسن العشري، بتوصل الى عادل الصعيدي وهجوم من المريخ، محاولات عادل الصعيدي مش لحاله، بيستلم على طول اسامه نبيل، اسماعيل يوسف، احمد الكاس، محمد صبري جه ناحيه اليمين، محمد بيلعبها لاحمد الكاس مره ثانيه بالعرض، اشرف قاسم، وفي الشمال يحيى نبيل، يحيى، احمد الكاس، اسماعيل يوسف، اسماعيل، محمد صبري، احمد الكاس مثلث، اسماعيل مره ثانيه وهيجرب اسماعيل، وهو عند ايمن، تعدي تعدي، وضربه ضربه ركنيه، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك، وهنتابع مع سيادتكم مع حضراتكم المباراة من الملعب، لأن المونيتور اللي قدامي فصلت الكهرباء يظهر عنه، لكن بيطلعها على خط المرمى طارق سكران، وكان هدف أكيد، طويلة وتوصل إلى حسين السيد بثقة، يحيى نبيل، يحيى، يحيى عند ايمن لكن بتقطع في السكه، وماشي نمره 12 احمد فوزي، ايمن بيشترك معاه، واحمد فوزي بيعدي، والحكم اليمين وليد، وليد وبيشوط من بعيد، وليد يا حسين السيد، وليد دي تاني مره بيشوط من على بعد حوالي 35 يارده، وليد محمد احمد نمره 20، ويطلق عليه كلمة البرنس، الشهرة، وماشي اسماعيل يوسف، اهو بنشوف اعادة للعبة اللي فاتت بتاع ايمن منصور اللي طلعها طارق سكران على خط المرمى، كانت هدف اكيد طبعا. اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، احمد الكاس، محمد صبري، ايمن منصور، ماشي ايمن، وراح ناحيه الشمال ولعبها لاسامه نبيه، يحيى نبيل، احمد الكاس، احمد، احمد الكاس مره ثانيه من اسماعيل، ومحمد صبري وبرجله الشمال ظبطها كويس ولعبها الى طارق مصطفى، طارق لاحمد الكاس لكن تطول تطول، ورمي التماس لصالح نادي المريخ. المباراة زي ما قلنا لحضراتكم في إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز لكرة القدم، كان فيه ست مباريات وفي مباراة مؤجلة، الأهلي والسويس اتأجل طبعا عشان النادي الأهلي بيلعب في البطولة العربية، الإسماعيلي كسب المنصورة 3-2، الألمونيوم كسب اتحاد عثمان، اتحاد عثمان كسب الألمونيوم 2-1، أسوان وبلدية المحلة في بلدية المحلة تعادلوا 2-2، الجمهوريه شبين مع القناه اتعادل 1-1، النهارده ان شاء الله الكروم هيلعب مع المصري، وهنا في المريخ والزمالك، المقاولين والاتحاد يقابلوا بعض في استاد المقاولين يوم 16/9 ان شاء الله، يعني بعد بكره. اسماعيل يوسف، اماميه، قاسي سعيد، قاسي وعرقله وضربه حره مباشره، على طول الحكم قريب وصفاره واضحه وقاطعه، وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك، ومحمد صبري
هنا بيعمل كور برجله الشمال بالمقاس محمد. هنشوف اهو زي ما حضرتك بينا احمد الكاس قدام وصبري عاليه عاليه يطلع على طول ياسر نبيل يمسكها ياسر نبيل ويلعبها بسرعه سيد عيد. سيد عيد تيجي بطارق وتروح لمحمد رمضان. رمضان اماميه احمد الشاذلي ويلعبها كمان يا حسن عاشر لكن فيه رايه وقرار قرار تمام ضربه حره غير مباشره نتيجه التسلل. الزمالك لغايه دلوقتي لعب خمس او بيلعب في خمس مباريات واحنا في الاسبوع السادس عنده ماتش منهم مؤجل الزمالك والقناه. لعب اتحاد عثمان وكسب 3-1 لعب نادي الاتحاد وكسب 1-0 لعب مع عثمان وفاز ايضا 1-0 لعب مع كروم وفاز ايضا 3-1 النهارده لقاءه مع المريخ ومؤجل له لقاء كروم رصيده 12 نقطه يتساوى مع نادي المنصوره في عدد النقاط. بينما نادي المريخ خسر من المنصوره 2-6 خسر من اتحاد عثمان هنا 0-1 خسر من الاتحاد 3-2 فاز فقط على اسوان 5-0 وخسر من القناه 0-2 وده اللقاء السادس له مع نادي الزمالك. يبقى ده مشوار الفريقين في الدوري الممتاز حتى الان. طارق مصطفى هيلعب رمية التماس الى قاسي سعيد اللي جاي كويس ومعاه نمره 17 خالد اسماعيل. خالد وتتقطع وبسرعه بيخلص بطارق لكن بتمشي ومكمل عادل وعطلها ضربه حره مباشره لصالح المريخ. بسرعه هنا بتتلعب وماشي نمره 2 علي عبد ربه اخر واحد لكن بيتقدم اهو وبنشوف لعيب خط الظهر لما يتقدموا مع المهاجمين يلعبها اماميه طويله عند احمد فوزي الباك اليمين المتقدم. احمد ماشي كويس احمد وضربه حره مباشره ضربه حره مباشره حكم الدوري محمد ضيا بيدي القرار وماشي يحيى نبيل الى طارق مصطفى. طارق اسماعيل يوسف اسماعيل بغير لعب الناحيه الثانيه عند محمد صبري عشان يستلم ويبتدي هجمه. صبري بينيه الى ايمن منصور على طول اسامه اسامه نبيه ايمن منصور لكن بيتقدم وتروح الى عادل الصعيدي ويمشي عادل مره ثانيه تطول من عادل لكن والله لعبها كويس لسيد عيد. سيد عيد ماشي وزعيم عادل سيد عيد وعملها بالعرض حلوه. سيد عيد تطول من محمد رمضان. سيد عيد لعيب خبره كبيره كان بيلعب في النادي المصري ثم انضم الى نادي المريخ يمثل عنصر الخبره في صفوف نادي المريخ. نبيل محمود بيلعب الى يحيى نبيل محمد صبري احمد الكاس صبري تاني صبري احمد جنبه احمد الكاس ولكن في فاول بتشد بالفانيلا بيشد وليد محمد احمد او البرنس زي ما بيقولوا له لكن ماشي احمد الكاس اماميه ايمن منصور احمد الكاس تاني احمد اسماعيل يوسف احمد الكاس عند ايمن منصور بيحاول يخلصها لنفسه ايمن لكن توصل الى وليد محمد احمد واسماعيل بخبره وتاني وليد في الشمال عادل الصعيدي لسيد عيد ما حصلهاش سيء سيد وتبقى رميه التماس لنادي الزمالك. يحيى نبيل هيلعب رميه التماس وغير مع نبيل محمود بقى يحيى في اليمين ونبيل في الشمال. يحيى هو طارق مصطفى وتاني في اللعب توقع عند ايمن منصور وفاول على ايمن فاول على ايمن ضربه حره مباشره هنا روح رياضيه بين اللعيبه جميله الحقيقه وتاني مع المريخ وهجمه مرتده. حسن العشري اماميه طويله الى احمد فوزي الباك اليمين المتقدم لكن تعدي خط التماس وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك بسرعه بتتلعب وقايم اهو مستر فيرنر يكلم لاعبته بسرعه طبعا من خلال المنطقه الفنيه ممكن ومن حق اي اداري او شخص يعني من الجهاز الفني يقوم يدي التعليمات ويرجع. تاني عادل السعيدي لسيد عيد ومعاه نبيل محمود. سيد ومعاه نبيل سيد ومعاه نبيل
فاول وضربه مرمى. ضربه مرمى. ضربه المرمى. اشرف قاسم. اشرف قاسم الناحيه الثانيه الى يحيى نبيل. يحيى. اسماعيل يوسف. اسماعيل. يحيى نبيل متقدم يحيى مع المهاجمين. الزمالك الى قاسي سعيد في الشمال. قاسي معاه نمره 2 علي عبد ربه. وقاسي يحاول لكن توصل الى احمد فوزي. احمد اماميه. وليد. وليد تاني لكن من نصيب. هنشوف بس نمره كام لما يدينا ظهره. نمره 8 حسن العشري. حسن العشري وادي الجهاز الفني والاداري لنادي المريخ وبلبسهم ازرق في اصفر برتقالي شويه. وايم بره والله قاسي سعيد بيتعالج ويريح له الدكتور ممدوح مصباح جري. والضربه الحره المباشره واسماعيل يوسف. اسماعيل لا والله سابها لصبري توصل عند اشرف قاسم المتقدم واحمد فوزي يستلمها وشوط طويله الهواء طبعا مع الزمالك شويه. يحيى نبيل يرجعها طارق مصطفى بدماغه. حسن العشري تاني طارق مصطفى بياخدها كويس. احمد الكاس بصدره. عادل الصعيدي بسرعه ضربة حرة مباشرة وهجمة مرتدة. البرنس نمرة 20 بيلعبها الى حسن العشري ومنه عادل الصعيدي. عادل البرنس هي العشري او تقدم الحقيقة. احمد وتاني بترد. محمد رمضان وفي ضغط الحقيقه وليد محمد احمد او البرنس من المريخ. زي ما قلنا لحضراتكم نادي المريخ صاعد من دوري القسم الثاني ويحاول ان يثبت اقدامه في الدوري الممتاز ودوري الشهره ودوري الاضواء. نادي الزمالك احد عمالقه كره القدم طبعا في مصر واحد اقطاب الكره المصريه. بيعمل اخر بروفه قبل ان يسافر الى مكناس في المغرب لملاقات نادي مكناس. وعادل الصعيدي بيلم كويس. عادل نمره 3 وماشي مع طارق مصطفى. عادل بيلعبها حسن العشري بيغير لعب ناحيه اليمين احمد فوزي. بادئها طارق سكران. طارق علي عبد ربه اماميه مره ثانيه وتوصل ماشي علي عبد ربه المتقدم. لعبها لسيد عيد في الشمال. عادل الصعيدي عادل وهي تقريبا في نص ملعب الزمالك. سيد عيد بالعرض وبيضرب وتاني حوالات يحيى نبيل يطلع واحمد الكاس بسرعه. وايمن منصور كل نادي الزمالك راجع عشان يساعد ويطلع على القلق من عادل الصعيدي. ضربه حره مباشره هنا فاول تكتيكي عشان يلحق يرجع. عادل الصعيدي باك شمال عمل فاول بسرعه عشان يلحق يرجع. وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك واشرف قاسم. قاسي سعيد اتعالج طبعا ونزل دلوقتي الفريق تقريبا مكتمل. واماميه عند ايمن منصور ومعاه خالد اسماعيل. وفي فاول على ايمن وضربه حره مباشره لصالح نادي المريخ. بيلعبها وليد البرنس نمره 20 ويغير اللعب الناحيه الثانيه الى طارق في الشمال. عادل الصعيدي يرجع مره ثانيه الى طارق السكران. وطارق بيغير اللعب ناحيه اليمين وفي لعيب واقع من نادي المريخ وهنا الناحيه دي. لكن بيتقدم احمد فوزي. احمد فوزي وفي اليمين مره ثانيه وياخد وهاتي كوب وهاتي كوب وحسين السيد لكن بيتقدم
ينقذ الموقف. وفي محمد رمضان واقع نمرة 15، والجماهير ايضا بتصفر عشان لعيب المصاب. المهم ان زمايله معاهم الكورة وبيلعبوا بيستعجلوا. تاني المريخ حسن العشري، في فاول وضربة حرة مباشرة. الحكم راح عشان يشوف محمد رمضان نمرة 15 بسرعة، ورجال الاستحقاق مفيش علاج لهذه الملعب حسب النظام المتبقى. حوالي 24 أو 25 دقيقة من بداية اللقاء، ولكانت النتيجة التعادل بدون أهداف بين نادي المريخ ونادي الزمالك. ضربة حرة مباشرة. طبعا حضراتكم عارفين في هذه المسابقة الفايز 3 نقط، التعادل نقطة. وضربة حرة مباشرة عالية بيطلعها يحيى نبيل، وعادل السعيدة هيحرسها طبعا عشان ياخد رمي التماس لصالح المريخ. بسرعة بتتلعب وتاني، لكن نبيل محمود مغطي وشوط نبيل محمود بسرعة. و طارق السكران مش لحد ياخدها. اسماعيل يوسف معاه هنا، احمد الكاس واخد مكان اسماعيل لكن رايح ناحية الشمال زي ما حضراتكم متابعين، ويلعب لقاسي سعيد. قاسي فاول، ضربة حرة مباشرة. وقام رمضان سليم بس لزز ركبه في رجله الشمال، هيستأذن هنا من على خط التماس عشان يدخل. حكم شاور له. اعاده للعبه مره ثانيه اللي فاتت. والله وادي الفاول باين قوي، فاول مع احمد الكاس ورمضان، احمد الكاس ومحمد رمضان و محمد ضياء. بيطلب التغيير الحقيقه، لكن بيكلمه نمرة 10 احمد الشاذلي وبيقول له غير. وحوالي 26 دقيقه بنلعب في الدقيقه 27، ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف زي ما الزميل عادل جايب لنا النتيجه على الشاشه. وتوقف والمباراه متوقفه. بتبقى فرصه اشرف قاسم مع يحيى نبيل واسماعيل بيتكلموا مع بعض، وعلى طول قال له هات شيل الراجل بره للعلاج. طبعا الاسبوع السابع ان شاء الله هيتلعب الاسبوع القادم باذن الله يوم 20/9، هيتلعب فيه ست مباريات وهيتأجل فيه مباراتين للزمالك وللمقاولين عشان بطوله افريقيا. بعد كده هيتوقف الدوري في معسكر منتخب الوطني ان شاء الله عشان لقاء المغرب الشقيق ان شاء الله. ونبيل محمود بيجرب حظه، لكن احد الكوره يمكن حضراتكم شايفين في الصوره الانشاءات الجديده للمدرجات الجديده في استاد بورسعيد، وعشان الحقيقه كاس العالم ومن احد للسادات المرشحه او المعده لكاس العالم. بالمناسبه لازم اقول ان الملعب جميل جدا بقى، الارضيه والنجيله على احسن ما يكون. طبعا يعني يمكن الواحد حافظ الملعب من زمان، عمره ما كان بهذا الجمال ولا هذه الصوره ولا هذا الامتياز. ضربه مرمى لنادي المريخ، وياسر نبيل حارس المرمى. ياسر نبيل اماميه طويله عند محمد رمضان وتترد مره ثانيه. محاولات الحقيقه فيه كفاح جدا، واسماعيل بيرجعها وتروح عند رمضان مره ثانيه. وسيد عيد بيحاول يلم هنا ومن قدامه، ويلعبها احمد الكاس لطارق مصطفى. طارق ماشي، طارق وحتى وخطوته طويله، ولعبها في اليمين قصيره تروح طارق السكران يلم ويلعب علي عبد ربه. علي متقدم، علي ولعبها في اليمين عند احمد فوزي. احمد فوزي بيعمل اوفر عند احمد الشاذلي، بيشارك يحيى نبيل ويطلعها من الزمالك. سيد عيد، سيد بيلعبها في الشمال الى البرنس. عادل الصعيدي
عادل السعيد ومع طارق مصطفى، عادل ومع طارق، وراح احمد الكاس عشان يساعد، وبيعمل اوفر الناحيه الثانيه، يطير حسين السيد وياخدها، برافو يا حسين. لكن عادل السعيد ايضا متالق وبيؤدي واجب هجومي متميز. اشرف قاسم، اشرف عنصر الخبره في نادي الزمالك الى قاسي سعيد. قاسي بيحاول، قاسي يعدي وبتتخطف، ياخدها احمد فوزي، وفي رايه وصفاره ورمي التماس لصالح نادي الزمالك. رمية التماس بسرعة بتتلعب وتطول وتبقى ضربة ركنية أو ركلة ركنية من ناحية الشمال، ورايح محمد صبري عشان يلعبها برجله الشمال، ونص ساعة تقريبا من بداية اللقاء، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف بين نادي المريخ ونادي الزمالك في إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز لكرة القدم. الأوفر عالية ويطلع نمرة 17 خالد اسماعيل، وتقلش وتروح لاسماعيل يوسف بالعرض، اسامه، اسامه نبيه، يمشي اسامه ويلعب بالعرض تاني اسامه، لكن تتقطع وياخدها احمد فوزي اماميه، وهنا في مساحه خاليه ناحيه الشمال ويلعبها فعلا في المساحه الخاليه، لكن طارق مصطفى يقطعها، بيأدي واجب دفاعي طارق. نادي الزمالك بيلعب ثلاثه في خط الظهر، نبيل محمود واشرف قاسم يحيى نبيل، في خمسه في خط الوسط، طارق مصطفى، اسماعيل يوسف، اسامه نبيه، احمد الكاس، محمد صبري، في اليمين طارق مصطفى، في الشمال محمد صبري، بيرجعوا الاوباتات لما الهجمه تبقى على نادي الزمالك. وادي صبري من اسامه، صبري هيظبط على رجله الشمال ولكن وداها الى احمد الكاس، ويحيى نبيل متقدم اهو عشان يؤدي واجب هجومي ايضا. يحيى، احمد الكاس مره ثانيه، احمد بينيه الى صبري، الى صبري، خدها بالشمال كويس قوي قوي، وتشاط وتترك، وجول 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 وجول. طارق مصطفى اول جول للزمالك واول هدف في المباراه في الدقيقه 31 من الشوط الاول. طارق مصطفى بيحرز هدف، طبعا الهدف ده فيه شغل كتير من احمد الكاس ويحيى نبيل، لاحمد الكاس مره ثانيه، مشاها بينيه لصبري، صبري نقلها من على الشمال، من اليمين للشمال، وشاطها قويه طلعها ياسر نبيل، تترد تلاقي طارق مصطفى مستنيها زي الصقر بالظبط، بيعرف اول اهداف المباراه. اهو هنشوف اعاده والزميل اهو. ثاني ثانية والضربة الموضعية وضربة حرة مباشرة لصالح نادي المريخ. ابتدى جمهور الزمالك يقول طبعا ويشجع نادي الرياضة. ودي إعادة تاني لصبري أهو، شوف على عدلها برجله اليمين وداها على الشمال اللي بيلعب بيها كويس، وشاط شوطة جامدة، اتردت أهو من ياسر نبيل عشان تلاقي طارق مصطفى يحطها في حتة صعبة جدا. وحسين السيد بيمسك كرة جميلة، حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك، بيلعب لاشرف قاسم، بيغير ليحيى نبيل، يحيى لسه كنا بنقول يمكن في بدايه اللقاء ان طارق مصطفى ده مكسب لنادي الزمالك، ويعني يوما بعد يوم بيتقدم مستواه جدا، وفي عرقله هنا الى لقاسي سعيد، وضربه حره مباشره لانذار، انذار انذار، النتيجة قدامنا، وفي الدقيقة 33 الزمالك متقدم واحد، وإنذار لخالد إسماعيل نمرة 17. هنشوف اللعبة مرة ثانية، فرصة طبعا يتجود شوية لكن يعني لحد ما معقول، رطوبة شوية عالية، وهنا في الدكتور ممدوح مصباح مع قاسي سعيد وبيستأذن، و اسماعيل يوسف والضربة الحرة المباشرة لقاسي سعيد.
بازي بيحاول معدي بازي ومعاه سيد عيد. بازي بيحاول وياخذ ضربه ركنيه. هنا بقى خبره بازي سعيد بالبان لاعب كبير طبعا في منتخب الجزائر. وهنا بيجري على الخط. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ عشان في زحمه، عشان في زحمه. محمد ضيا والحكم الرابع، لان في اكثر من واحد. كابتن ابو رجيله على طول بسرعه بيتصرف، لان في كابتن احمد مصطفى، كابتن ابو رجيله ومساعد المدرب وعباس نور الدين المدرب، محمود بكر، كل المجموعه، محمود بكري بيقوموا. المفروض واحد بس يقوم يدي تعليمات ويرجع. الضربه الركنيه ومحمد صبري برجل الشمال عاليه عند ايمن منصور، يعلى فوق وتترد الهجمه. احمد فوزي البرنس في اليمين، احمد الشاذلي. احمد اهو خدها منه نبيل محمود. اسماعيل يوسف، احمد الكاس، ايمن منصور. وماشي ايمن وعدى وتتخطف من ايمن، ياخدها طارق السكران. طارق السكران وتطول في احتياطي، في احتياطي المريخ ياسر الكاس، وطبعا اسمه ياسر محمد ابراهيم. وفي احمد الكاس طبعا، احمد عبد العزيز من الزمالك. تاني محمد رمضان من المريخ. يمكن حضراتكم سامعين المدرجات هواصل بتقول مصري مصري. في لقاء طبعا المصري، المصري بيلعب مع الكروم في اسكندريه، وعلى ما يبدو، على ما يبدو والله اعلم ان في حاجه هناك. الجماهير باينه هنا طبعا في بورسعيد، بيشجعوا النهارده نادي المريخ لكن قلوبهم مع النادي المصري البورسعيدي. وضربه المرمى وحسين السيد. و37 دقيقة من بداية اللقاء، الزمالك متقدم بهدف طارق مصطفى اللي جابه في 31. تاني محمد رمضان بيلعب إلى سيد عيد. سيد عيد، سيد عيد، الأوفر من سيد حسين معاها وتترد. خطر، خطر وصعبة لكن بينقذ الموقف يحيى، يحيى أسامة نبيل. أسامة وفاول وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك نتيجة عرقلة أيمن منصور. طبعا بورسعيد بقى لها فريقين في الدوري الممتاز بعد أن صعد نادي المريخ، كان النادي المصري دلوقتي بقى المريخ، وعشان كده جمهور بورسعيد بيشجع نادي المريخ وقلبه مع النادي المصري في لقائه مع الكروم في اسكندرية. محاولات وفي انذار، والله في انذار لمين؟ لايمن، لايمن منصور، ايمن منصور ياخد انذار. هنشوف اللعبه مره ثانيه. ادي ايمن منصور معاه نمره 9 او لسه بيلعب. اداله انذار محمد ضيا. شوف عدد اللعبه اللي فاتت، ايمن منصور ومعاه طارق سكران، واشترك علي عبد ربه، اشترك علي عبد ربه. تاني اسامه نبيل بيلعب الى احمد، الى اسماعيل يوسف، ومنه اشرف قاسم. اشرف فاول وضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. الهجمة ترتد وطويل عند احمد الشاذلي. احمد الشاذلي معاه يحيى نبيل، وفي فاول على احمد الشاذلي، في فاول على احمد الشاذلي. صح، قرار صحيح، ضربه حره مباشره.
يحيى نبيل اسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف. محمد صبري. محمد صبري. اشرف قاسم. اسماعيل يوسف. حافظين بعض طبعا، سنين كتيره بيلعبوا مع بعضهم، حافظين بعض. اشرف مره ثانيه اهو الى محمد صبري. وهنا كل فريق الحقيقه بيجمع طبعا ثلاث اجيال. محمد رمضان بيخطف الكره من اشرف، لكن اسماعيل مغطي وراجع طارق مصطفى وعادل الصعيدي واحمد الشاذلي. احمد تاني تترد، هتاخده احمد الشاذلي بينيه يلعبها للنمر 19 طارق السكران في اليمين البرنس. احمد فوزي نقل سريع الحقيقه بين الاولمبي نمره 8 العشري. حسن العشري تتخطف وقاسي سعيد. قاسي وقاسي في 3 مع 4، لكن لعبها ناحيه ثانيه كان صبري مش منتظرها. 40 دقيقه من بدايه اللقاء والزمالك بيتقدم بهدف طارق مصطفى في الدقيقه 31. عادل الصعيدي، عادل برجله الشمال يجرب ضغط وحش، ضربه ركنيه. برافو 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 عادل الصعيدي وبرافو حسين السيد. كوره اهو عادل الصعيدي نمره 3 بيظبطها على رجله الشمال 35 يارده تقريبا، وبيشوط قذيفه قويه جدا بينقذها حسين السيد. برافو عادل الصعيدي، برافو حسين. ضربه ركنيه بسرعه، فيرنر قام والضربه الركنيه مره ثانيه توصل طارق مصطفى اماميه مش لحد، يستناها طارق السكران ويلعبها الى البرنس السعيد. حسن العشري الصعيدي، عادل الصعيدي اماميه سيد عيد يقطعها احمد الكاس وتوصل لاسماعيل يوسف. اسماعيل اشرف أسامة نبي قاسي سعيد. خدها قاسي كويس، خدها ومشي من طارق ومشي وعدى، لكن مغطي وراه علي عبد ربه. علي منقول من غزل دمياط على عبد ربه للمريخ هذا الموسم وماشي في اليمين. أحمد فوزي علي عبد ربه مرة ثانية. علي تاني، علي عبد ربه أمامية عند الشاذلي مش لحد، تطول ورمية التماس لصالح نادي الزمالك. بسرعة رمية التماس إلى حسين السيد. حسين ويشوط حسين طويلة عند أيمن منصور. داخلين على الدقيقة 43 من الشوط الأول، الزمالك متقدم بهدف طارق مصطفى اللي جابه في الدقيقة 31. أشرف قاسم. محمد صبري. صبري عدى. إسماعيل يوسف. أيمن منصور لكن معاه أحمد فوزي. خد أحمد فوزي وبالعرض طارق. طارق سكران مستنيها، خدها يقطعها طارق مصطفى. طارق سكران وطارق مصطفى وتطول مرة تانية وتروح إلى خالد إسماعيل ومنه العشري أمامية عند البرنس. وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة بيشده وباين قدامنا عادل الصعيدي نمرة 3. أشرف قاسم. أحمد الكاس. أسامة نبيل. مشاركة من خالد إسماعيل وضربة حرة. ضربة حرة مباشرة. لا والله قال رمي التماس. ادى رمي التماس، رمي التماس الى اشرف قاسم. وفي هنا حاجات، في كروت باين طالعه، كروت طالعه باين، كارت اصفر
كارت اصفر الى نمره 12 احمد فوزي. احمد فوزي احمد فوزي انذار. اسماعيل يوسف هنا بقى عنصر الخبره، هو كابتن الفريق طبعا بيتكلم معاه، بيتكلم مع محمد رمضان نمره 15. رمضان كان بيلعب، فاكرين حضراتكم كان بيلعب في نادي الترسانه وكان محمد رمضان الصغير، لان كان في محمد رمضان الثاني وانتقل الى صفوف اتحاد اسكندريه ثم انتقل هذا الموسم الى المريخ. ثاني خالد اسماعيل وبينيه سيد عيد بسرعه بيكمل، لكن اشرف قاسم مغطي، اشرف ويلعبها عند اسامه، اسامه الى اسماعيل، رجع يستلم اسماعيل ومجهوده كبير طبعا اسماعيل يوسف. محمد صبري، يحيى نبيل. زميل عادل هلال بيقول لنا ان الوقت الاصلي خلص و45 دقيقه فاتوا، بنلعب في الوقت بدل الضايع، ولا زالت النتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف طارق مصطفى في الدقيقه 31 من بدايه المباراه. محمد صبري هنا الزمالك بيهدي اللعب وبيستهلك وقت. اسماعيل يوسف بهدوء عايز يحافظ على النتيجه الدقيقه ولا حاجه، الوقت ضايع او الوقت اللي هيضيفه الحكم. يحيى نبيل بينيه اسماعيل يوسف وطارق مصطفى وقاطع في ناحيه اليمين لعبها له فعلا، وقاسي سعيد لعبها له مشاه ورمية تماس، رمية هنشوف رمية تماس ولا ضربة حرة مباشرة هيبان. طبعا هنا الحكام لازم تبقى واخدة بالها قوي، وفي دلوقتي ما يسمى فاولات المحترفين، وهنا المحترفين كتار طبعا في صفوف الفرق المصرية نتوقع. ومشي قاسي سعيد واوفر جميلة عند أيمن منصور، تعدي كان مستنيها أيمن وتترد علي عبد ربه. احمد فوزي مرة تانية تتقطع، واسامة ويشوط، اسامة تترد وتوصل الى البرنس نمرة 20 ويشوطها. محاولات لكن عادل الصعيدي لا والله ما راحتلوش، خدها احمد فوزي نمرة 12 ولعبها الى علي الى البرنس 20، وبنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع. وحسن العاشري وفاول لصالح، وصفر الحكم محمد ضيا. بنتهي الشوط الاول من المباراه والنتيجه تقدم نادي الزمالك بهدف طارق مصطفى اللي احرزه في الدقيقه 31 من بدايه اللقاء. استاذنكم سادتي وسادتي في استراحه قصيره، ثم نعود ان شاء الله لننقل لحضراتكم احداث الشوط الثاني، وحتى القاكم لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم سادتي وسادتي مره ثانيه من استاد بورسعيد، واحداث الشوط الثاني من لقاء كره القدم بين نادي المريخ ونادي الزمالك، واللي انتهى شوطه الاول بتقدم نادي الزمالك بهدف اللي احرزه طارق مصطفى في الدقيقه 31 من بدايه اللقاء. لو حضراتكم مشرفينا في استاد بورسعيد هيبقى نادي المريخ على الشمال بالفانيلا الاورنج او الصفراء والشورت الازرق، نادي الزمالك بالفانيلا البيضاء والشورت الابيض على اليمين. هنقول مره ثانيه في عباله اسماء الفريقين، ياسر نبيل لحراسه مرمى المريخ، طارق السكران، علي عبد الرب، خالد اسماعيل لخط الظهر، احمد فوزي البرنس، حسن العشري، سيد عيد، عادل الصعيد لخط الوسط، محمد رمضان واحمد الشاذلي للهجوم.
بينية وأشرف قاسم. نادي الزمالك حسين السيد، نبيل محمود وأشرف قاسم ويحيى نبيل. خط الوسط طارق مصطفى، إسماعيل يوسف، أسامة نبيه، أحمد الكاس، محمد صبري. أما الهجوم فأيمن منصور وقاسي سعيد. يدور اللقاء محمد ضياء وخالد مرجان وعبد الفتاح برجاس ومحمد صادق الحكم الرابع، اما المراقب فهو اللواء زكريا سالم الحكم الدولي السابق. رمي تماس، ويمكن كان في الدقيقتين اللي فاتوا يعني نادي المريخ كان بتنتابه صحوه ومتقدم. نبيل محمود اماميه طويله، طارق سكراند ضربة حرة مباشرة لصالح المريخ. قاسي سعيد، أمامية إلى 20 وليد البرنس. البرنس بسرعة هنا، منطقة الوسط أو منطقة المناورة فيها عدد كبير من المريخ ومحاولات. وأحمد الشاذلي ضعيفة، حسين السيد يمسك. أحمد الشاذلي عارفين حضراتكم كان بيلعب في نادي الزمالك ثم انتقل للأولمبي ومن الأولمبي إلى المريخ. واشرف قاسم، مستر بندر قام بسرعه عشان يكلم لاعبته، حاسس ان الشوط الثاني ابتدى وهناك نوع من الضغط من المريخ. طارق مصطفى، احمد، وثاني بالعرض طارق و قاسي سياره، لكن محاولات الحياه محمد صبري وضربه ركنيه. اهتمام كبير ونظام في بورسعيد الحقيقه، ويبقى هناك استعداد مكثف واستعدادات مكثفه لما الفرق الكبيره زي الزمالك زي الاهلي زي الاسماعيلي زي المنصوره زي الاتحاد لما بيجوا بيبقى اهتمام خاص من رجال الامن. وصبري والكره بتعدي خط المرمى. سيد اللواء حسن جبريل مساعد الوزير ومدير امن بورسعيد، اللواء عبد المنعم مرسي حكم دار بورسعيد، و منتهى الحقيقه النظام والانضباط في استاد بورسعيد. وليد محمد احمد او البرنس اماميه، نبيل محمود، ورمي التماس لصالح المريخ. محاولات مره ثانيه، طارق سكران، نبيل محمود، قاسي سعيد. قاسي بيلم كويس ويحضن ويمشي قاسي، ومعدي مجهود كبير وبيجري وراه طارق السكران. قاسي برجله الشمال بالعرض ويطلع علي عبد ربه الى احمد فوزي. طارق، محمد رمضان جاي يستلم، ومنه اسامه نبيه طلع رمي التماس للمريخ. لاعبي نادي المريخ بيسخنوا كلهم ورا مرمى نادي الزمالك، والزمالك بيسخنوا ورا مرمى المريخ. وسيد عيد واماميه، رمضان بيحاول يستخلصها لنفسه رمضان، وبتكمل وسيد عيد، لكن بيقطعها اشرف قاسم ورمضان مره ثانيه، وبتيجي في احمد الكاس وياخدها حسين، وفي اشتراك مع حسين، ووقع طارق مصطفى نمره 15 بيسلم عليه عادل الصعيدي. لعيب طارق مصطفى اصيب وعلى طول رجال العلاج الطبيعي والاسعاف. كنا عرفنا بين الشوطين ان النادي المصري بيتقدم ايضا في اسكندريه على الكروم بهدف. موفق الباشا، هنا بيبقى استعجال طبعا، وهيخرج طارق مصطفى. الحكم الدولي محمد ضيا اثناء ما داخلين وخد ميه فعلا من حقه يشرب ميه لما يكون محتاج زيه زي اللعيبه بالظبط. وبالمناسبه هو في الشوط الثاني غير ولبسه فانيلات لونها فوشيا شويه، وهنا واحد يسالني يقول طب هو من حق الحكم انه يغير؟ من حقه يلبس اي لون مغاير على اللاعبين، يعني هم يلبسوا اي لونين وهو يلبس لون مختلف عن اللاعبين وحراس المرمى طبعا. ما فيش ما يمنع، يعني كانوا لابسين جراي او رمادي في الشوط الاول لبسوا لون مختلف في الشوط الثاني ما فيش اي مشاكل. طالما هم الثلاث حكام لابسين لون واحد فما فيش اي مشكله. طارق السكران
علي عبد ربه السعيدي، عادل السعيدي، اسماعيل يوسف بيخلصها ويلعبها الى طارق مصطفى اللي اتعالج ونزل، وطارق مصطفى وجمهور نادي الزمالك ابتدى صوته يعلى شويه ويشجع طبعا لعيبته. محمد صبري بتتخطف من محمد لكن وراه اسامه نبيه مغطي، يلعبها الى اسماعيل يوسف وسط الملعب في منطقه المناوره بينيه قاسي سعيد، خدها لنفسه ناحيه اليمين ومعاه نمره 2 علي عبد ربه، لكن قاسي بيخلصها ويخلصها كويس تاني، والجمهور بيشجع ويطلعها من الوسط بتاعها. وجول وجول وجول، الجول الثاني لنادي الزمالك. وشايف انا احمد الكاس اهو بيبكي يمكن، طبعا الجول الثاني لنادي الزمالك احمد الكاس في دقيقه 8 تقريبا اهو، بنشوف اللعبه مره ثانيه، قاسي سعيد عملها بثقه وبعدين احمد الكاس على طول كرسي برجله الشمال، الجول الثاني لنادي الزمالك. اثنين لا شيء لنادي الزمالك، والضربة الموضوعية احمد الشاذلي، والهجمة مرتدة وبسرعة 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 وجامدة بس بره احمد الشاذلي، كان فيها الحقيقة تقدم احمد الشاذلي، وحسين السعيد بيكلم زمايله. ضربة مرمى، ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك، ألعبها يحيى نبيل، يشوط يحياها يحيى، يرجعها طارق سكران، يفاول على أحمد الكاسي بيعتذر، طب سيد عيد علي أمامية يحيى نبيل، وتاني توصل إلى نمرة 20 وبالعرض وخطر وخلاص على نفسه الشاذلي، الشاذلي وعالية عالية، لكن ضربة ركنية أحمد الشاذلي أهو مش مصدق طبعا إن الكورة تضيع. في تغييرين أنا شايف وليد معاذ أهو من المريخ، وهنشوف اللعبة مرة تانية، عالية فوق العارضة وفي مشاركة ورمي التماس من المريخ، عماد سمير ووليد معاذ هنشوف، وهنا الصعيدي بيلعبها إلى نمرة 20 البرنس ويطلع طارق مصطفى، ضربه بالمريخ عادل الصعيدي، البنس الصعيدي هيجرب رجله الشمال، هيجرب رجله الشمال، لا والله على طول لعبها هاتي خد مع محمد رمضان، وفي رايه وفي قرعه وضربه حره غير مباشره نتيجه التسلل، اهو فيرنر كان بسرعه يتكلم، واهو الرايه هنا يعني التغيير، عماد سمير ووليد معاذ هينزلوا مكان نمرة 8 حسن العشري، وليد معاذ نمرة 6 وعماد سمير هينزل مكان سيد عيد، يبقى هنا في تقوية لخط الوسط، خماسي خط الوسط في جد، هنا اثنين لعيبة نزلوا في الدقيقة 11 تقريبا، الزمالك بيتقدم بهدفين للا شيء على المريخ، وطارق مصطفى وبينيه وتقلش وعلى العارضه، وايمن منصور مره ثانيه بيحاول، لكن هنا العارضه لعبت دور، جو
جمهور الزمالك زمالك زمالك طبعا. وبنشوف اعاده للعبه قلشت وراحت لصبري، صبري عملها من فوق ياسر نبيل، لكن العارضه هنا اهو نقول العارضه خدمت النهارده المريخ في اللعبه اللي فاتت. وايمن منصور حاول يعملها باكورد دبل كيك لكن طلعت عادي. ضربه حره مباشره لصالح نادي المريخ. علي اشرف قاسم ثاني عشر وبرشاقه يعدي ويلعبها لسامه نبيل ومحمد صبري. صبري وبينيه عند قاسي سعيد، خدها نفسه قاسي كويس ومشي قاسي هيجرب وهيجرب وجرب قاسي سعيد. قذيفة قاسي سعيد، جول وجول وجول مش ممكن. قاسي سعيد في الدقيقة 12، قاسي سعيد 3-0 للزمالك. قاسي سعيد بيعزز فوز نادي الزمالك النهاردة، بروفة نادي الزمالك قبل السفر إلى المغرب للقاء نادي مكناس المغربي. وبنشوف قاسي أو زي ما بيقولوا يعني شق طريقه بسرعة جدا وبذكاء وبخبرة وبرجله اليمين اللي ما بيلعبش بيها كتير، وش رجله كرة قوية جدا بيحرز الهدف الثالث لنادي الزمالك 3-0. الضربة الموضوعية وبسرعة ونادي المريخ ما فيش طبعا هنا يأس. وعلي عادل الصعيدي خرج للعلاج قدامنا هنا جنب راديو، بنشوف إعادة من الزميل عادل هلال للجول اللي جابه قاسي سعيد قوي جدا في بلياردو جه في القائم ودخلت المرمى. محاولات الحقيقه ما فيش ياس. احمد الشاذلي يحيى نبيل معاه حافظين بعض طبعا، احمد الكاس ويحيى نبيل كانوا بيلعبوا مع بعض من سنتين ثلاثه. طارق مصطفى، ايمن منصور، ثم اسماعيل يوسف واسماعيل احمد الكاس، اشرف حاسم، ثلاثيه هنا مثلثات حافظين بعض. أمامية من أحمد الكاس وضربة حرة مباشرة لصالح نادي المريخ بسرعة بتتلعب. نمرة ستة وليد معاذ، كان في الزمالك قبل كده بالمناسبة وليد برضه، وله أخ اسمه عمار معاذ بيلعب في اتحاد عثمان حارس مرمى. أسامة نبيه، إسماعيل يوسف، محمد صبري، أشرف قاسم، اسماعيل يوسف، اشرف مره ثانيه، صبري، اشرف قاسم، اسماعيل، هنا مثلثات وضامن طبعا. هنا اسماعيل بيستهلك وقت بشكل قانوني وشكل منظم، وبعدين يعني عشان ينتهز الفرصه وصبري بيمشيها مره ثانيه. الهجمه حرة مباشرة تلعبها البرنس بسرعة إلى عادل الصعيدي اللي كان بيتعالج من شوية. البرنس هيجرب 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 فعلا، بس ضعيفة في إيدين حسين السيد. حسين 16 دقيقة من الشوط الثاني والزمالك يتقدم بثلاث أهداف نظيفة. نبيل محمود أهو قدامنا على طول الساعة والنتيجة 16 دقيقة 3-0. أشرف قاسم، يحيى نبيل في العرض، محمد صبري. طبعا حضراتكم سامعين الهيصة اللي في المدرجات، ما فيش حاجة هنا حصلت، لكن مؤكد حاجة في اسكندرية للنادي المصري. زي ما أقول لحضراتكم الناس قلوبها مع النادي المصري. و علي عبد ربه واوفر الناحيه الثانيه مفيش حد، لكن حسين السيد يخلص بسرعه ويلعب عند طارق مصطفى ومعاه عماد سمير وتطول. المصري فعلا بيتقدم الهدف الثاني. محمد يوسف بيجيب الجول الثاني. موفق الباشا جاب الجول الاولاني ومحمد يوسف الثاني في اسكندريه ايضا للنادي المصري. ورمد التماس وطارق مصطفى، احمد الكاس، اشرف قاسم، ايمن، طارق، هذا نفسه كويس
وهنا الحارس لكن بياخدها ومفيش حاجة. ياسر نبيل، خالد بيشاور له احمد فوزي اللي بالاتناشر ناحية اليمين وبيقول له العب انا منتظرها. فعلا فين لعبها له بس متأخر، لكن في مكان كويس ومساحة خالية جدا وبيتقدم ولكن متأخر شوية وبيعملها اوفر، لكن بيطلع اشرف قاسم بمنتهى الخبرة والذكاء. رمي التماس احمد فوزي نمرة ستة وليد معاذ. احمد فوزي مرة تانية، البرنس هيجرب بس بره بعيدة لسه، بقول لحضراتكم هيجرب يعني التجربة ما نجحتش قوي. ضربة مرمى لنادي الزمالك وحسين السيد بيلعب الى نبيل محمود. مرة تانية اشرف قاسم، اسماعيل يوسف، يحيى نبيل، ايمن منصور، يحيى نبيل مرة تانية، محمد صبري، احمد فوزي بيخلصها من المريخ ويلعبها للبرنس، بيغير لعب الناحية التانية البرنس. احمد الكاس بيلم ويلعب الى طارق مصطفى. قاسي سعيد، قاسي بيغير الناحية التانية عند صبري لكن بيقطعها ياسر نبيل ويلعبها بسرعة الى احمد فوزي. حسام مرعي شايف وانا بيسخن هنا من الزمالك هيغير. يوسف خليفة ايضا من المريخ. وليد معاذ بياخدها منه اسامه نبيل، اسامه يلعبها الى ايمن منصور، اسماعيل يوسف، احمد الكاس جنبه، احمد جنبه لعبها فعلا بس ايمن منصور. وهناك رايه وصفاره وضربه حره غير نتيجه التسلل. حسام مرعي قدام حضراتكم وكابتن سمير السيد المدير الاداري لنادي الزمالك. هيخرج 15 محمد رمضان وهينزل 14 يوسف خليفة. كان بيلعب في نادي دمياط غزة دمياط. نزل فعلا يوسف خليفة، عصام مرعي نازل مكان أسامة نبيل. عصام مرعي لاعب خط وسط بيلعب مجهود وفير جدا والجمهور بيشجع اللي خارجين وايضا البدلاء المشاركين. رمي التماس للمريخ حوالي 20 دقيقه من الشوط الثاني والزمالك متقدم بثلاث اهداف، واحد في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني لطارق مصطفى واحمد الكاس وقاسي سعيد. ومحاولات بيخلصها لنفسه البرنس او البرنس بيلف ويلعبها الى الصعيدي، وعادل الصعيدي بيشوط حلوه بره. كره جميله جدا على فكره، دي ثاني كره لعادل الصعيدي برجله الشمال. الكره الاولانيه كانت في الشوط الاول الناحيه الثانيه ودي الكره الثانيه وفوق العارضه. هنشوف العاده لعادل الصعيدي اهو في اللعبه اللي فاتت من فوق العارضه، وكان حسين متابعها طبعا. ضربه مرمى للنادي الزمالك، العبها نبيل محمود. طويله من عند نبيل 19 طارق السكران، احمد الكاس، صبري رجله تخبط الارض وتتلعب الى نمره 6 وليد معاذ. ومره ثانيه البرنس اماميه احمد الشاذلي ويحيى نبيل، احمد الشاذلي يحيى نبيل يلمها ويكمل لكن خطفها من قدامه كان الشاذلي، شاط على طول يحيى نبيل الى طارق مصطفى، اشرف قاسم اماميه من اشرف، قاسي سعيد يلعبها لكن تترد وتروح لعماد سمير من المريخ. عماد لسه مع عماد سمير. البرنس في الشمال، خالد اسماعيل ماشي، خالد طويلة عند وليد معاذ ناحية الشمال لكن معاه صبري، محمد صبري إلى أشرف قاسم من الزمالك، إسماعيل يوسف
في مساحه خاليه اسماعيل ويروح ناحيه الشمال شويه ويموه ويلف. لعبها لعصام مرعي. عصام احمد الكاس. احمد الكاس مايل قوي الخط الوسط دلوقتي. ايمن منصور وقاسي سعيد رأسي الحربه وطارق مصطفى يتقدم معاهم. قاسي سعيد ايمن منصور قاسي مره ثانيه الى اشرف قاسم واشرف يغير اللعب عن اسماعيل يوسف ويسيبها لعصام مرعي. اسماعيل مره ثانيه عصام مرعي. عصام مستنيها احمد الكاس. احمد هيجرب لكن تطول من احمد وتتخطف وبيتقدم علي عبد ربه هو واحمد فوزي اماميه. عادل الصعيدي في الشمال الى يوسف خليفه اللي نزل في الشوط الثاني مكان محمد رمضان. يوسف خليفه في الشمال يلعبها لعماد سمير وعماد سمير بالعرض. ما تلاقيش حد الا احمد فوزي الباك اليمين المتقدم وبيعمل اوفر مره ثانيه. اسماعيل يوسف يلعبها توصل البرنس هيجرب البرنس ويجرب فعلا كرباك لكن بره بره ضربه مرمى. ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك ولغايه دلوقتي 22 دقيقه نص الشوط الثاني تقريبا خلص وهي ماسوره النادي المصري او استاد بورسعيد. والدكتور كمال درويش كابتن عبد العزيز قديم من الزمالك عزم مجاد كلهم موجودين النهارده في هذا اللقاء. بتبقى فرصه طبعا مثل هذه المناسبات الرياضيه الجميله بتبقى فرصه ان الناس تلتقي ويعني بيلتقوا طبعا ودائما بكل الحب والود. يحيى نبيل الى اشرف قاسم. اشرف بيتقدم بينيه ايمن منصور ايمن عصام مرعي. عصام هيغير يا ترى بالعرض عصام اسماعيل يوسف. اسماعيل عايز يسحب اللعيبه شويه. نبيل محمود اشرف قاسم نبيل تاني بتقطع والله وتروح للبرنس. البرنس وهجمه مرتده خطره الى احمد الشاذلي. احمد الشاذلي وداها الشمال هناك الى احمد سمير وجاشا هاردك عادل الصعيدي. عادل وبيتزق لكن حسين السيد والحكم بيقول له العب لان هنا لو حسب الضربه الحره المباشره حسين هيلعبها من جوه منطقه المرمى لكن لو قال له العب هيمشي 18 ياردة يبقى هنا في مصلحه حارس المرمى ونقول هنا اتاحت الفرصه. حكام فاهمه الحمد لله. مره ثانيه يستلم احمد فوزي ويلعبها اماميه مش لحد اسامه نبيل. يعني هنا مبدا تحت الفرصه بيقول ان الحكم ممكن ما يوقعش العقوبه اذا راى ان فيها مصلحه للفريق اللي وقع ضده الخط. اللاعب دفع حسين السيد على خط المرمى بيقول له العب يقدر يمشي 18 يارده ويشوط احسن طبعا ما يحسب له فاول. اشرف قاسم محمد صبري وتتخطف واحمد الشاذلي من المريخ كنت هقول من الاولمبي لانه كان في الاولمبي السنه اللي فاتت. يعني طبعا كانت حاجه تحير شويه لان اللعيبه يعني بتنتقل من كل سنه بيبقوا في انديه والانديه بتختلف من موسم لاخر والنتيجه قدامنا في الدقيقه 26 3 الزمالك المريخ لا شيء. ونبيل محمود نشوط ضربه المرمى طويله ثاني البرنس بين احمد الشاذلي ومعاه يحيى نبيل. يحيى نبيل بيلعب راجل لراجل مع احمد الشاذلي باعتبار ان احمد الشاذلي هو راس الحربه والهداف واحمد الكاس بيستلم يلعبها تتقطع وياخدها عماد سمير. مجهود كبير عماد سمير اللي نزل في الشوط الثاني مكان سيد عيد ويلعبها الى وليد معاذ. وليد معاذ برجله الشمال ضعيفه بعيده جدا بعيده جدا 20 يارده يمكن. ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. حسين السيد الى اشرف قاسم. عصام مرعي يحيى نبيل. يحيى تعال يحيى اسماعيل يوسف
قاسي سعيد قاسي اهو وتاني صبري وصبري محاولات على رجله الشمال اللي بيلعب فيها كويس وقاسي سعيد تاني وتترد وتروح وليد معاذ من وليد معاذ الى علي عبد ربه ومره تانيه تترد الهجمه وعصام مرعي عصام بينيه هتخد احمد الكاس وصبري وصبري بيلعب كوره جميله الى ايمن منصور وبيجرب ايمن لكن بره ايمن منصور هداف نادي الزمالك وبينافس دائما على لقب هداف الدوري وليد معاذ عماد سمير في الشمال عادل الصعيدي عادل الصعيدي كابتن فريق المريخ بكعبه وليد معاذ البرنس ناحية اليمين مستنيها بعد خط المنتصف زي ما حضراتكم متابعين معانا وماشي البرنس وبينية إلى أحمد فوزي ومعاه عصام مرعي تاني البرنس 19 طارق السكران وتهات وخد من جميلة جدا لكن حسين مستنيها وقبل يوسف خليفة يلقط عارفين يوسف خليفة هداف أحمد الكاس إسماعيل يوسف وماشي اسماعيل وقاسي سعيد بيقطع له ومحمد صبري الناحيه الثانيه وايمن منصور في اليمين فعلا لعبها لايمن منصور ناحيه اليمين وخد مكان واسماعيل استناها وبسرعه اسماعيل لكن بتطول وتقع منه وياخدها علي عبد ربه اماميه وليد معاذ وليد معاذ احمد الشاذلي من المريخ مكمل احمد ومعاه يحيى نبيل اللي بيلعب له راجل لراجل لكن ماشي مجهود كبير الشاذلي وبيجرب وياخد ضربه ركنيه من اشرف قاسم لكن مجهود كبير لاحمد الشاذلي لازم نقول اهو قدامنا باين في الصوره لقطه وضربه ركنيه رايح لها البرنس اسمه وليد محمد احمد لكن بيطلق عليه البرنس بيحب يناديله كده احمد فوزي هيلعب الضربه الركنيه احمد فوزي فيرنر يمكن حضراتكم سامعين صوته وهطلعت يوسف خليفه لكن جت في رجل نبيل محمود وهي خارج يبقى دلوقتي نبيل محمود بيلعب راجل لراجل مع يوسف خليفه مان تو مان ويحيى نبيل بيلعب مان تو مان مع احمد الشاذلي عشان هم دول راسي الحربه في نادي المريخ يبقى هنا الرقابه اللصيقه من نبيل محمود ومن يحيى نبيل وضربه ركنيه مره اخرى ويلعبها عادل الصعيدي برجله الشمال هنا عادل الصعيدي هيلعبها برجله الشمال يا ترى هتلف فعلا فيها فكره ويوسف خليفه يطلع لكن تروح لاحمد الشاذلي ويشوط مره ثانيه عماد سمير وتطلع ضربه ركنيه للمره نقول الثالثه لصالح نادي المريخ وعادل الصعيدي مره اخرى برجله الشمال خالد مرجان مساعد الحكم النحادي بيقول له تبعد ال 10 يارده وتنط ويطلعها نبيل محمود قبل يوسف خليفه هنا المتابعة عصام مرعي ويشوطها ويشوطها أيمن منصور لكن في صفارة وضربة حرة مباشرة لصالح نادي المريخ البرنس بيلعبها بسرعة إلى وليد معاذ بينية من وليد لأحمد الشاذلي ومعاه يحيى نبيل وتاني ياخدها أحمد فوزي وليد معاذ وليد تاني وليد أحمد الشاذلي أحمد الشاذلي أحمد بيحاول لكن يحيى نبيل مش سايبه واحمد الكاس يلعبها اماميه الى ايمن منصور وكره مرتده مستنيها قاسي سعيد الناحيه الثانيه قاسي مستني الناحيه الثانيه لعبها له لكن بتتقطع وتروح الى علي عبد ربه لكن بيسقف له فعلا قاسي سعيد لان فكرتها كانت جميله لكن التنفيذ ما بيتكملش او التوفيق بتاع ربنا بقى تاني وليد معاذ يمكن لو لاول وهله بنقول وليد معاذ الناس تفتكر وليد لما كان يلعب في الزمالك لا وليد النهارده في المريخ وتاني الى علي عبد ربه البرنس في اليمين ويريح له احمد فوزي اهو ولعب الشاذلي وشاط البرنس ياخد ضربه ركنيه في ضغط شويه من جانب نادي المريخ والبرنس واقع الاخ محمد كمال مدير العلاقات العامه بنادي المريخ قال ان احنا بنجدد يعني صفوف وبيحاولوا يثبتوا مكانهم في بين انديه الدوري الممتاز وان شاء الله يعني ينجحوا في ذلك. لسه
اللي يمكن حضراتكم شايفين ومتابعين. يمكن قاسي سعيد بيتعالج مع الدكتور ممدوح مصباح، وطبعا هنا رجالات الامن السيد اللواء حسن جبريل والسيد اللواء عبد المنعم موسى الحكم دار، اللواء جبريل مدير امن بورسعيد مساعد وزير الداخليه، كلهم الحقيقه مهتمين ومتواجدين داخل استاد بورسعيد، وطبعا وفقا للاتفاق اللي تم بين اتحاد الكره ورجال الامن ومديريات الامن ممنوع رجال الشرطه يخشوا المستطيل الاخضر، لكن يبقوا متواجدين داخل الملعب، وهنا الناس ملتزمه وقاعدين فعلا داخل الملعب لكنهم بعيدين عن المستطيل الاخضر فعلا كما تم الاتفاق بين اتحاد الكره وبينهم. الضربه الركنيه وعادل الصعيدي وتاني يحيى نبيل ونبيل محمود بالمدرجات. بالمدرجات نبيل محمود بمبدا السلامه اولا. كابتن ابو رجيله بسرعه قام يكلم لعيبته. طبعا الكابتن ابو رجيله ابن نادي الزمالك وايضا اهو يمكن حضراتكم شايفين، وطبعا بيبقى فاهم برضه لعيبه الزمالك الى حد بعيد. لكن هنا في دنيا الاحتراف كره القدم ما يعرفوش الكلام. يوسف خليفه ونبيل محمود زقه صغيره من نبيل تبقى ضربه حره مباشره. هنا الرقابه اللصيقه من نبيل محمود الى يوسف خليفه، والرقابه اللصيقه من يحيى نبيل على احمد الشاذلي، والضربه الحره المباشره هيلعبها عادل الصعيدي برجله الشمال، دي احسن من كورنر شويه. عادل الصعيدي الهواء خفيف قوي مع نادي المريخ، وهيجرب يا ترى عادل. زاويه صعبه لكن كره القدم ما فيهاش مستحيل، بسرعه جدا، وبرده نبيل محمود مع يوسف خليفه برده وضربه ركنيه. يعني بقول لحضراتكم الرقابه لصيقه جدا، وعادل الصعيدي هيعمل الضربه الركنيه مره ثانيه من ناحيه اليمين برجله الشمال. زي ما قلت لحضراتكم هيكمل الاسبوع السابع ان شاء الله يوم 20، ثم يتوقف الدوري شويه لغايه بعد مباراه المغرب ان شاء الله، ومحاولات من عماد سمير لكن تتخطف وتروح مره ثانيه الى طارق السكران البرنس. عادل الصعيدي وضرب عادل الصعيدي ضعيفه ضعيفه بره ضربه مرمى. عادل الصعيدي مجهود كبير باك شمال للعلم، ومع ذلك متقدم وبيسلم على اسماعيل يوسف. اسماعيل عنصر الخبره وهو كابتن فريق نادي الزمالك دلوقتي. طبعا لو نقول عيله اله يوسف نقول كابتن ابراهيم يوسف نجم الزمالك والغزال، ونقول ابراهيم، ونقول ايضا سيد يوسف كان لاعب في نادي الترسانه، ونقول ايضا يعني المرحوم محمد يوسف ايضا كان لاعب كوره يمكن اخوه الاكبر. مره ثانيه النادي المريخ واحمد فوزي. كانت اتربت ومحاولات وطارق السكران. وليد معاذ متقدم، وليده بيحاول، وليد معاذ ورايح ناحيه الشمال عند عماد سمير لعبها له فعلا. واسماعيل بيقول ما فيش حاجه انا ما عملتش حاجه. الضربة الحرة المباشرة لصالح نادي المريخ زي ما حضراتكم شايفين، واحسن من ضربة ركنية. وبالشمال يوسف خليفة أول مرة بيهرب من الرقابة أحمد الشاذلي، أول مرة الشاذلي يوسف خليفة خد نبيل وراح الناحية التانية، وأحمد الشاذلي في الزاوية القريبة. هنشوف مرة تانية أهو الشاذلي طلع في حتة زي الصقر أهو زي ما بيقولوا. سعيد يبقى ده دليل الهدف الثالث للنادي المصري في مرمى الكروم في اسكندريه. ضربه حره مباشره. محمد صبري، نبيل محمود، محمد صبري مره ثانيه،
في اليمين اشرف قاسم، عصام مرعي، عماد العمده بيجيب الجول الثالث للنادي المصري في الكروم في اسكندريه. يبقى هناك النتيجه 3 لا شيء وهنا 3 لا شيء. نبيل محمود، الجمهور بيقول 1 2 3 يا ترى، 3 اللي هنا ولا الثلاثه اللي هناك؟ يحيى الى احمد الكاس، اشرف قاسم، نبيل محمود، يظهر الزمالك يعني قنع بهذه النتيجه وبيستهلك وقته هو، ولكن الهجمه المرتده وليد معاذ اختفى، وبينيه ليوسف خليفه، يوسف في عرقله، وفي عرقله وضربه حره مباشره. هنا في انذار ليحيى نبيل بيقول له والله غصب عني، لكن دلوقتي عايز اقول ان التعمد ما بقاش اساس، يعني مش لازم يبقى متعمد لكن يكون بتهور او بشكل طائش عشان يدي الانذار، مش لازم التعمد، لكن حصل بقى عشان كده الحكام بتنفذ. وبنقول كان الاول اذا ارتكب لاعب خطا من الاخطاء العشره يعاقب كذا، لكن دلوقتي متعمدا، دلوقتي شالوا كلمه متعمدا، وبقى اذا ارتكب لاعب خطا من الاخطاء على طول بتدي العقوبه، مش لازم متعمدا لكن يكفي انه يبقى متهورا او طائشا. والضربه الحره المباشره وليد معاذ هو وعادل سعيد، هنشوف مين اللي هيلعبها. مراجع صبري اهو، كابتن ضيا والحائط البشري وطارق مصطفى ايضا رايح الناحيه الثانيه، وعاليه قوي بره بره ضربه مرمى. ضربه مرمى حوالي 39 دقيقه من الشوط الثاني، ونتيجه تقدم نادي الزمالك بثلاثه اهداف نظيفه. في الدقيقة 31 من الشوط الأول لطارق مصطفى، أحمد الكاس في الدقيقة 8 من الشوط الثاني، قاسي سعيد في الدقيقة 12 من الشوط الثاني. ضربة المرمى ونبيل محمود، جامد نبيل وشوط طويلة. عند طارق مصطفى تطول ورمي التماس لصالح نادي الزمالك. هيلعب طارق مصطفى رمية التماس. يبقى الاسبوع السادس هيتبقى فيه لقاء واحد ان شاء الله، هيبقى يوم 16/9 المقاولين مع الاتحاد يوم الاثنين، وهيؤجل طبعا لقاء الاهلي مع السويس. علي عبد ربه، عماد سمير، وليد معاذ، وليد معاذ الى عادل الصعيدي في الشمال، عماد سمير، وتاني عماد سمير بيلم والله، ونشطت الناحيه الشمال شويه، وتاني عماد سمير وبالعرض الهواء زياده شويه يوصلها الى احمد فوزي، لكن تعدي خط المرمى وتبقى ضربه مرمى. ضربه مرمى وبنلعب في دقيقه 41 ونتيجه الزمالك متقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء للمريخ. وهيشوط المره دي يحيى نبيل ضربه المرمى أمامية عالية، ضربة حرة مباشرة. وليد معاذ، علي عبد ربه، عادل الصعيدي، ضعيفة ضعيفة بره. السيد ولقطه لقطه من جوه الشبكه وضربه المرمى. النهارده طبعا كان منتخبنا 17 سنه بيلعب مع او هيلعب النهارده مع منتخب تونس. طبعا منتخبنا صاعد بحكم ان احنا الدوله المنظمه لنهائي كاس العالم، لكن هو بيشارك للاحتكاك. فاز كان في المباراة الأولى، النهارده هيلعبوا لقاء العودة. إسماعيل يوسف أمامية، قاسي سعيد بياخدها لنفسه بثقة،
ولعبها أمامية عند عصام مرعي، لكن مغطي أحمد فوزي ويرجعها إلى ياسر نبيل، ومنه إلى علي عبد ربه. نادي الزمالك هيغير في الدقيقة 43. يلا نمرة 19 من نادي الزمالك أحمد عبد الله، ده لاعب مقيد من أبناء نادي الزمالك ومن شبابه الصاعدين. هي ستايل جميل وشكله يعني نقول في مواصفات اللاعب العصري، لأن الإيه بنقول القوة هنا بقالها أساس. والبنس لعبها إلى عماد وتطول وضربة ركنية. أحمد عبد الله هينزل هنشوف مكان مين، فاز سعيد غالبا. يلا أحمد عبد الله نمرة 19 على كفه مشاركة، لاعب من اللاعبين المقيدين في صفوف نادي الزمالك من أبنائه، من أبناء الصاعدين هو ونعم سليمان أيضا، وفي محمد حسن نمرة 6 في الاحتياطين أيضا، ده تحت 21 سنة لكن ده مقيد هو ومؤمن سليمان. والضربة الركنية ويخرج فعلا قاسي سعيد، والجمهور هنا بيحييه بروح رياضية ويمسكها حسين السيد. 42 دقيقة بنلعب في الدقيقة 43 والزمالك متقدم بثلاث أهداف مقابل لا شيء للمريخ. عصام مرعي يوسف خليفة بيكمل وبيحاول ويلعبها أحمد الشاذلي، والله مجهود كبير أحمد، ويلعبها بالعار ويسيبها لحسين السايد يستلمها. حسين بيستلم ويشوط حسين بإيده إلى يحيى نبيل، يبقى هنا في ست لقاءات الزمالك بيفوز على اتحاد عثمان 3، على الاتحاد 1، على أسوان 1، على الكروم 3، على المريخ لغاية دلوقتي 3، ولقاء القناة مؤجل. رصيده زي ما احنا عارفين 12 نقطة، لما يضاف له 3 نقط بتوع هذا اللقاء يبقى 15 نقطة، ويحتل المركز الأول لأن المنصورة اتغلب امبارح من الاسماعيلي. داخلين على نهاية الشوط الثاني والزمالك بيتقدم، وفي لعيب واقع نمرة 6 وليد معاذ من المريخ، يعني الجمهور اللي في المدرج يمكن سعيد بفوز المصري في اسكندرية. دكتور دكتور والنبي واحدة كمان، والنبي ده المصري احنا مشجعين المصري ساعة ربنا يعني. يعني واحد من الجمهور بيقول والله تهنئة وبتاع، احنا مشجعين المصري. طبعا الرياضة دائما الهدف من الرياضة مش مين يكسب. وليد معاذ خارج قدامنا هنا، ان شاء الله يكون سليم معاذ. خرج وليد وهيبتدي الحكم الدولي محمد ضيع يلعب في الوقت بدل الضائع، ورمي التماس يعني بمنتهى الشياكه جدا لعبها عادل الصعيدي لاشرف قاسم، اللي كان اشرف متخرجها لما الراجل اتعور. يعني نقول هنا الروح الرياضيه هنا وهنا، الراجل خرج الكرة لما لعيب من المنافسين اتعور، فزميل اللاعب اللي اتعور لعب الكرة تاني لنفس الفريق، حاجة جميلة يعني. اسماعيل يوسف بيستهلك هنا وقت، لعبها ليحيى نبيل في الشمال شوية. عصام مرعي. عصام. محمد صبري ومعاه البرنس. والبرنس ياخدها وصبري معاه. وفاول على محمد صبري وضربة حرة مباشرة لصالح نادي المريخ. مرة تانية عماد سمير ورمي التماس للمريخ. نقدر نقول ان احنا ما زلنا بنلعب في الوقت بدل الضائع، وطارق مصطفى بيلعب الحكم الدولي محمد ضياء انتهى الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة فوز
نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها طارق مصطفى وأحمد الكاس وقاسي سعيد. بكده يسعد رصيد نادي الزمالك إلى 15 نقطة ويظل رصيد المريخ عند 3 نقاط. شكرا لكم سيداتي وسادتي مع كل الحب على حسن استماعكم، وحتى ألقاكم مرة أخرى لكم مني أطيب المنى، ونكرر التهنئة لنادي الزمالك بالفوز، ونقول لنادي المريخ هارد لك وحظ أوفى في المرات القادمة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.